اليوم الأربعاء 3/6/2020 وبدأنا الفريق في مشروع مراقبة بيئة الشعاب المرجانية وأثر الحظر الكلي على الشعاب المرجانية، وغصنا حاليا في جزيرة أم المرادم، والحمد لله المرجان على عمق 10 أمتار وإلى 7 أمتار، المرجان وايد ممتاز وفي تنوع، لكن من 5 إلى أقل لا شوي المرجان شوي ما زال محتاج إلى وقت يتعافى، لكن الحمد لله التنوع زاد والأحجام زينة والألوان وايد ممتازة، وإن شاء الله نتأمل كل المواقع إن شاء الله تكون بنفس المستوى إن شاء الله.